يا هلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعه ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه طولت عليكم اي نو اي نو الايام شويه ايش اجازه ولخبطة وقت ولخبطة نوم لخبطت اشياء كثيره ولكن عدنا والعود احمد مع سلسله اخبار هوليوود ما راح اكثر عليكم كلام كلكم عارفين السلسله ايش فيها اخبار سواليف نقاشات توصيات اشياء كثيره من هوليوود من خارج هوليوود حابلوا لايك واشترك في القناه وتعال تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كل حساباتي موجوده في صندوق الوصف ويلا بينا نخش على الفيديو اسرع مقدمه في العالم بعد الاضراب يا جماعه وبعد حوسه الاضراب، ولو فاكرين برضو فيلم ديدبول الجزء الثالث احد الافلام اللي تضررت بسبب الاضراب، فتوقف تصوير فيلم ديدبول قبل فتره، ولكن احب اطمنكم يا جماعه واقول لكم انه فيلم ديدبول رسميا الجزء الثالث عاد الى التصوير، وباذن الله باذن الله اذا ما صارت لخبطه وقلت حي يعني من الاضراب وذولي ومشاكل هوليوود ما راح يكون في اي مشاكل مستقبلا تواجه الفيلم وراح يستمر في تصويره وانتاجه بحيث نشوفه باذن الله في سنه 2024 وبالتحديد يعني اذا انت مره مهتم بتعرف متى بينزل بالضبط في شهر جولاي شوف هو بعيد اي نعم تقريبا ثمانية شهور اذا ما خاب ظني بس على الاقل صار عندنا تاريخ شبه رسمي خلاص عارفين فيلم ديدبول الجزء الثالث بنشوفه بعد ثمانية شهور تقريبا في احلى من كذا فاكرين قبل كم كنا نتكلم عن فيلم اوبنهايمر او فيلم اوبنهايمر باقي له سنه اهو شفناه ونزل بلوراي كما الايام تجري ما عليك عموما يا جماعه صدقوني فيلم ديدبول الجزء الثالث راح يكون احد اهم وأعظم أروع أفلام مارفل القادمة. ما أبغى أحلف ولا أعطيكم وعود، بس أنا عندي إحساس كبير جدا إنه فيلم ديدبول الجزء الثالث بيكون واحد من أعظم أفلام مارفل، وراح يغير عالم مارفل بشكل جدا إيجابي بإذن الله. اوف كورس كمان راح يجيب أرقام خيالية في شباك التذاكر، كل الأجزاء القديمة أصلا جابت أرقام خيالية، فما بالكم بالجزء الثالث اللي بيظهر فيه والفرين يوه! مسلسل بلاك ميرور يا جماعة الخير يحصل على موسم سابع رسميا. بالرغم من انه الكاتب بدأت تنفذ منه الافكار المميزه والابداعيه الا انه الموسم السادس اللي نزل قبل كم يوم، لا وين قبل كم يوم، قبل فتره بسيطه كان فيه القليل من الابداع، اوكي في تشابه في طريقه الكتابه بس كان في حلقه وحلقتين مميزه بالذات حلقه جونيز اوفل، ما هي مثاليه مره بس فكرتها كانت صراحه ابداعيه، فهل يا ترى يقدر الكاتب انه يبهرنا بافكار جديده في الموسم السابع ولا راح يظل يدور حوالين نفسه بنفس الافكار كذا بس بإعادة صياغة وإعادة تشكيل ننتظر ونشوف لأنه إذا في كلمة تصف مسلسل بلاك ميرور فهي كلمة عبقري مسلسل عبقري جدا أفكاره في البداية كانت مرة عبقرية ولكن مؤخرا واضح أنه الكاتب طفر أفكار وبدأ الموضوع يتحول إلى بيزنس اي نو وفيلم ذا هانجر جيم الجديد واللي راح يكون انطلاقه لسلسله هانجر جيم جديده مشتقه من نفس عالم هانجر جيم القديم احب اقول لكم انه نزل في السينما قبل كم يوم ويشهد الله اني كنت على بعد خطوه ضغطه اصبع كذا واكون دخلت الفيلم في السينما ولكن الامطار والسيول والزحمه اللي صارت عندنا خلتني اتكاسل وكنسل الموضوع شكاشي انا اعترفت لكم قبل فتره وقلت لكم يا جماعه الفيلم قد يواجه مشاكل ماليه بحكم انه الاضراب وما الاضراب ممكن ما يجيب إيه داته. ولكن أحب أقول لكم إنه كلام يطلع غلط. الفيلم في أول أسبوع له في شباك التذاكر قدر إنه يجيب 100 مليون و800 ألف دولار أمريكي، علماً إنه ميزانيته 100 مليون بالضبط. فكون الفيلم في أول أسبوع قدر يجيب هذا الرقم فهذا مؤشر نجاح. أوكي يحتاج يجيب مبالغ أكثر علشان يقف أرباح الفيلم ويكون فيلم ناجح ماديًا، بس ستيل في أمل إنه يكسر الأرقام هذه بالراحة. طيب السؤال الأهم يا وجيه كيف مراجعات الفيلم؟ ما قرأت مراجعات مني مني بحكم اني ما تابعت الفيلم انا دائما اقرا المراجعات اللي ما فيها سبويلر او ما فيها حرق واحب اقول لكم انه التقييم العام للفيلم الى الان هو 7.2 من عشرة ويعتبر تقييم جدا ممتاز و90% من المراجعات ما بين جمهور ونقاد الكل او معظمهم يمدح الفيلم ويقول انه مره مميز وانه بدايه جديده لسلسله جديده مشتقه من عالم هانجر جيم باسلوب مميز ومختلف وش مختلف مره بس باسلوب جذاب فكل اللي اقدر اقوله لك يا حبيبي انه معظم الجمهور اتفقوا على حب واعجابهم بالفيلم تقدر انت تروح تتابع الفيلم في السينما وتبدا هذه السلسله الجديده او تنتظر ينزل بجودات عاليه بعد كم شهر وتشوفه من البيت وتشتري دماغه تفكيري هذا صوتي الداخلي طبعا <applause> ومن باب اخر وعلى طار البوكس اوفيس فيلم ذا مارفلز نزل يا جماعه قبل اسبوع قبل كم والله ما ادري صار اسبوعين 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 بالضبط تقريبا والاسبوع الثالث هو الجاي وللاسف الشديد ومثل ما توقع الكثير <applause> ما توقعت انا <applause> اخس عليكم يا اخوان مثل ما توقع الكثير الفيلم فشل الى حد كبير من عده نواحي اوكي مش فشل فشل يخلينا نقول انه فيلم سيء وزباله لا فشل بتفهمون الفشل لما اسولف لكم الحين اول حاجه ميزانيه الفيلم 220 مليون دولار وفي اسبوعين ما جاب الا 161 مليون دولار أح مرة باقي كثير على 220 وهذا أول فشل ثاني فشل وهو في التقييمات والآراء والتعليقات وردود الأفعال بشكل عام في السوشيال ميديا وفي مواقع الأخبار والتلفزيونات والسينما تقييم الفيلم على موقع IMDB 6 من 10 Which از تقييم مره مره سيء باقي له تكه واحده ويصير تقييمه خمسة ونص ممكن اذا نزل عن الستة خلاص الفيلم هنا ينهار واكون صادق معاكم يا جماعه انا تابعته اول ما نزل في صالات السينما اوكي ما هو ممتاز اوكي ما هو عظيم بس كان في لحظات ممتعه في كرنج في كرنج لين تقول امين في كرنج وفي اشياء كذا تشوفها تقول ح... تلف وجهك عن السينما من الفشله والفيلن <applause> الفيلن لحكي لكم الفيلن قصه اخرى والمصيبه انه الفيلن في فيلم ذا مارفلز هي زوجة توم اللي هو يؤدي شخصيه لوكي ما علينا بس صدقا صدقا يعني في موضوع الاكشن كان في لحظات اكشن مره حلوه في هذا الفيلم وقدر انهم يخلقون قتالات مبتكره بالاستعانه بقوه الثلاث شخصيات ذا مارفلز وموضوع تبادل الادوار اللي يصير بينهم كان في لحظات اكشن مره مميزه وممتعه وكل الفيلم كوم ومشهد ما بعد النهايه كوم ثاني اوكي مشهد بعد النهايه قصير يا وجيه يعني بس والله يا جماعه مره كان رهيب مشهد بعد نهايه فيلم ذا مارفلز يوريك ان انه احنا داخلين في حوسه ولخبطه مش بشكل سلبي، لا اقصد التايم لاين والعوالم الموازيه في شيء رهيب قادم باذن الله الى عالم مارفل والمشهد بعد نهايه فيلم ذا مارفلز اعطاني التصور المبدئي والكافي. وصراحه لو انت من عشاق مارفل روح تابع فيلم ذا مارفلز مش علشان بس فيلم ذا مارفلز عشان مشهد بعد النهايه. والله مشهد رهيب في حال انك تابعت فيلم ذا مارفلز انا تقييمي 6 من 10 انت كم تقييمك وفيلم مارتن سكورسيزي ذا كيلرز او كيلرز اوف ذا فلاور مون وبعد خمسة اسابيع من عرض الفيلم في صالات السينما يبدو ان الفيلم ما نجح ما بنقول فشل ما نجح في جمع ايراداته بشكل كويس ميزانيه الفيلم 200 مليون والى الان في خمسة اسابيع ما جمع الا 145 مليون دولار باقي كثير بس علشان يقفل ميزانيته متى يبدا يجيب فلوس طيب ولكن مثل ما قلنا كون ابل المستثمرة في هذا الفيلم فما هي مركزة على موضوع الأرباح كثير لأنها بتاخذ الفيلم وتعرضه على منصتها بشكل حصري وبكذا تكون سوقت لي الفيلم كجزء من ميزانية الفيلم يعني 200 مليون هذه اللي خسروها في الفيلم مش بس علشان يجيبونها من السينما كمان علشان يسوقون لمنصة أبل تي في الموضوع كذا من ناحية تجارية هو يعتبر وين وين بدل ما أخسر 200 مليون على الفيلم وأعرضه بس على المنصة نزله سينما يجيب 160 مليون وأرجع أخذه وأعرضه في السينما غير كذا يا جماعة فيلم كيلرز أوف ذا فلاور مون تقييمه بدأ ينزل بشكل تدريجي من يوم عارض و8.9 8.7 8.5 والان وصل 8 بالضبط يعني ممكن في اي لحظه يصير 7.9 الى الان التقييمات كويسه والاراء جدا ايجابيه بس ماني عارف ليش التقييم قاعد ينزل كذا بشكل ملحوظ العاده يعني ينزل تكتين ثلاثه ونزل والله كثير فيلم نابليون للنجم الكبير واكين فينيكس وصل الى صالات السينما حول العالم وقت تصوير هذا الفيديو هو باقي ما نزل يفترض بينزل بعد يومين ولكن بشكل عام غالبا وانت قاعد تشوف هذا الفيديو هو بيكون متوفر في صالات السينما، وقدرنا نحصل على بعض الاراء الاوليه قبل ما يتم عرض الفيلم في السينما بواسطه النقاد وبواسطه بعض الجمهور اللي كان عندهم فرصه يشوفوه قبل الناس، صح اني ما احب النقاد ومره ما احب رايهم لانهم مبدعين جدا في اكتشاف العيوب في اي شيء جميل في هذه الحياه، ولكن خليني الخص لكم اكثر شيء مزعج او مزعج بالنسبه لي النقاد في فيلم نابليون، الاغلب كان يقول انه الفيلم ما اقتبس القصه الحقيقيه وكان في تلاعب في احداث القصة الحقيقية لنابليون انا والله ما أعرف نابليون بسلامته ولا اني مهتم اقرا قصته وبشوفها من خلال الفيلم هذا ولكن المخرج ريدلي سكوت كان عنده رد لهذول النقاد قال لهم انتم تقولون اني انا قاعد ازيف او اني رويت القصه بشكل مزيف او مختلف عن الحقيقيه في الواقع معليش حبيبي انتوا يا. انتوا كنتوا موجودين وقتها يعني عايشين مع نابليون تعرفون ايش اللي صار من اللي ما صار يعني أنتوا مره مدركين ام القصه الحقيقيه استريحوا بس روحوا تابعوا الفيلم عجبكم عجبكم ما عجبكم ما عجبكم آه هذا مو كلامي آه هذا كلام ريدلي سكوت يا اخوان وصراحة رد عميق ويخلق جدل تاريخ يكتبه المنتصرون يعني المنتصر إذا خلص يقدر يكتب التاريخ براحته ويزيفه براحته فهل التاريخ اللي وصلنا هو حقيقي ولا مزيف الله أعلم عموما يا جماعة تقدروا تتابعون الفيلم في صلاة السينما الآن متوفر ومدته ساعتين ونصف تقريبا مشاهدة ممتعة مبدئيا ولا تأخذوا على كلام النقاد لا تأخذوا على كلام النقاد روحوا تابعوا الفيلم واحكموا بأنفسكم كريس هيمسورث يا جماعة الخير حاليا مارفل جالسين يتفاوضون معه في محاولة <وص> إنهم يخلوه يرجع لعالم مارفل السينمائي ويقدم دور إضافي لشخصية ثور أو جزء خامس بالتحديد لأنه ليش لا؟ لعلهم يعوضون عن المسخرة اللي شفناها في آخر أفلام ثور أو بالتحديد فيلم ثور لاف أند ثندر مع العلم أنه كريس هيمس ورث بنفسه مرة منفتح للفكرة ترى وغالبا راح يوافق لأنه هو بنفسه يقول أتمنى أنه ثور في مرحلة ما مستقبلا يظهر بشكل أكثر جدية وبعيد عن السخرية والاستهبال اللي شفناه في فيلم ثور لاف أند حتى كريس هيمسورث ما كان عاجبه الشكل اللي ظهر فيه ثور في آخر أفلامه مش معقولة يا جماعة ثور حاكم الرعد والقوي جدا واللي نزل من أسقارد وحاس أم الدنيا حوس وتضارب مع ثانوس ونتف ثانوس وحاس وطلع ونزل يظهر بالمنظر الغبي والتافه اللي شفناه في في لاف أند ثاندر معليش يا تايكا ويتيتي سري والله سري فليتها ترى مرة لعاد تشتغل معانا عموما يا جماعة في خطة إضافية لشخصية ثور ويفترض إنها بتكون وداعية لشخصية ثور غالبا أو على الأقل يعني يبعدونه عن... المسؤولية بشكل غير مباشر ويحطوا مكان أحد ما وأتمنى أتمنى صراحة أنه نهاية شخصية ثور في عالم مارفل السينمائي تكون نهاية تستحقها شخصية ثور لأن شخصية ثور شخصية من شخصيات المفضلة شخصية جدا رائعة وكلنا مستحيل ننسى أدواره الجميلة في فيلم إنفينيتي وور وفي فيلم إند جيم هذه اللحظات فعلا كانت تعكس من هو ثور الحقيقي مش هبلات تايكا تيتي زي ما قلنا وجزء رابع جماعة قادم من سلسلة أفلام كريد وراح يكون من إخراج نجم السلسلة السلسلة نفسه مايكل بي جوردن إلى الآن المعلومات حول الفيلم مرة محدودة وقليلة ولكن الأكيد أن الجزء الرابع من سلسلة أفلام كريد قادم واللي تعتبر سلسلة أفلام رياضية وقتالية جدا رائعة ولها شعبية كبيرة حول العالم ومش بس كده كمان مشتقة من السلسلة القديمة والشهيرة روكي وأنصحك إذا أنت تحب الرياضات القتالية والأفلام القتالية سلسلة كريد لا تفوتك نازل منها ثلاثة أجزاء والجزء الرابع لسه بدري عليه والله طيب يا جماعه اليوم بكثر عليكم اخبار من مارفل صراحه بس لانه مارفل مسوين شغل الفتره الماضيه مسلسل لوكي يا جماعه الخير خلص قبل فتره او الموسم الثاني بالتحديد من مسلسل لوكي خلص وصدقوني لو اقول لكم انه اعظم مسلسل صنعته مارفل بحس اني ما انصفت المسلسل بالرغم من انه كلمه اعظم مسلسل كلمه جدا وافيه شخصيه لوكي كمان واحده من اعظم الشخصيات ان لم تكن اعظم شخصيه في عالم مارفل سواء هو شرير او هو طيب شخصيه لها قصه وماضي جدا مؤثر عانت كثير كافحت كثير وضحت كثير وفي نهاية المطاف اكتشفنا انه شخصية لوكي قد تكون احد اهم اعمدة عالم مارفل تخيلوا انه لوكي اللي كان ظهوره بسيط في افلام مارفل يصير احد اعمدتها في نهاية المطاف ديم ما ودي اتطرق لتفاصيل في حال انه في ناس ما تابعوا المسلسل ولا ودي احرق عليهم بس للامانة الموسم الثاني من مسلسل لوكي عشرة على عشرة يا الله ما احلاه صدقوني يا جماعة شخصية لوكي شخصية صعب جدا تصفها الكلمات واللي تابعوا المسلسل بيعرفون انا واو واو شكرا مارفل على هذا المسلسل استمروا في هذا المستوى ولعبة سبايدر مان الجزء الثاني يا جماعة تصنف إلى تاريخنا الحالي رابع أعلى لعبة مبيعا في سنة 2023 بالله تخيلوا في أول 10 أيام من صدور لعبة سبايدر مان 2 حققت مبيعات تجاوزت ال5 مليون نسخة 5 مليون إنسان اشتروا اللعبة في أول 10 أيام وأنا واحد منهم لا عاد أنا ما اشتريت اللعبة بس اللعبة وبلاي اه وصراحه اللعبه ممتازه وتستاهل كل التطبيل اللي جاها يا عمي اقول لك قديش اللعبه مره عجبتني وطربتني اول بلاتينيوم اجيبه في حياتي جبته في لعبه سبايدر مان 2 رهيبه والله زعلت لما ختمتها مره زعلت ان شاء الله بس ينزلوا لها الاضافات نبغى نستمتع شو نبغى ما ما شبعنا ما شبعنا مارتن سكورسيزي يا جماعه عمره صار 81 سنه قبل كم يوم والشيء اللي يدعو للفخر انه هذا الادمي او هذا المخرج ما زال عنده الكثير ليقدمه عمره 81 سنة وما زال قاعد يخرج عنده أربعة أعمال قادمة قاعد يخرجها منها مسلسلين وفيلمين غير أنه مشارك في إنتاج 14 عمل آخر وعمره 81 سنة ما شاء الله تبارك الله شوفوني قاعد أقول ما شاء الله تبارك الله كثير علشان لو صار له شيء بكرة ما تجوا تحطوها فيني ما لي شغل الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله وأنا فكرت قاعد إذا صار عمري 50 سنة أتعبت من هم بعدك يا رجل خلاص يلا أنا بحاول أتقاعد صار عمري 55 لا بس جد يا جماعة سكورسيزي مخرج جدا عظيم السوشيال ميديا شوفوا بالرغم من تصريحاته اللي يستهبل فيها مؤخرا إلا أنه المخرج هذا ترى مرة محبوب بواسطة المجتمع السينمائي وكريستوفر نولان يا جماعة رسميا يقول أنه أغلق جميع مهامه المتعلقة بفيلم أوبنهايمر بمعنى أنه فيلم أوبنهايمر خلاص صار جزء مكتمل صار فيلم مكتمل ما عاد يحتاج تسويق ما عاد يحتاج خلاص كل شيء الفيلم نزل سينما نزل بلوراي انطبق ونحط على على الرف، جاب فلوس، جاب ارباح، جاب تقييمات، ترشح لجوائز، الامور مره في السليم، بمعنى انه كريستوفر نولن يا جماعه قاعد يقول لنا انا الان جاهز لمشروعي الجديد، ويقول كريستوفر نولن انه المشروع الجديد راح يكون اقل سوداويه واقل كابه، وصدقني يا عمو نولن اتكلم عن نفسي وعن جميع جمهورك والمحبين لك، اي مشروع قادم لك يا عمو نولن ان شاء الله يكون اعلان فرشه اسنان، صدقني بنتحمس له، كي برب شد حيلك منتظرين قادم اعمالك على احر من الجمر. والممثل ستيفن يون نجم مسلسل ذا ديد الشهير راح يقدم دور بطل خارق داخل عالم مارفل السينمائي ان صحت الاخبار راح يقدم دور شخصيه خارقه اسمها سنتري وصدقوني شوفوا انا ما اقرا كوميك كثير ولكن بحثت عن هذه الشخصيه يعني وانا اقرا الخبر واكتشفت ان شخصيه سنتري شخصيه مره قويه ما ودي احرق عليكم واقول ايش قواها وكذا بس شخصيه مره قويه وتصنف من اقوى الابطال الخارقين فما ادري هل مارفل بيقدموها بنفس قوتها هذه ولا بيقتبسوا اقتباس بسيط منها ويخلوها كذا تظهر وبعدين تروح الله اعلم وما في اي اخبار كثيره صراحه عن الشخصيه هذه للان سوى انه الممثل هذا راح يقدم دور الشخصيه هذه فقط والممثل القدير جاكي تشان راح يعاود ظهوره من جديد في سلسله او في جزء جديد من سلسله الافلام الشهيره ذا كاراتي كيت او كاراتي كيت واللي من المتوقع عرضه في شهر سبتمبر في سنه 2024 بمشيئه الله وختاما يا جماعه مسلسل انفنسبل بما موسمه الثاني نزلت منه الى الان تقريبا ثلاث حلقات وممكن وقت نزول هذا الفيديو تكون اربع حلقات وصراحه انا كنت مره متحمس لمسلسل انفنسبل وناوي اتابعه اول ما ينزل بس بعدين قمت بريك قلت يا ولد انا افتكر الموسم الاول من مسلسل انفنسبل والله يا كل حلقه تنتهي بتعليقه بنت 66 تعليقه ليش ارجع اعيش المعاناه هذه من جديد فقلت ايش بجمع حلقات مسلسل انفنسبول الثمان حلقات لما تنزل كل حلقه مدتها 45 دقيقه 50 دقيقه اذا نزلت كلها ارجع أتابع من جديد الموسم الثاني كامل بدل ما اجلس اتعلق كل اسبوع كذا لا يا بوي. خلي الحلقات تنزل ما احنا مستعجلين بالذات انه الموسم الثالث الله اعلم متى ينزل خلوه على الله عموما اذا تحبوا تتابعوا مسلسل انفنسيبل الموسم الاول والموسم الثاني متوفرين منه على منصه امازون برايم أو بعض المنصات الأخرى ابحثوا بطريقتكم بس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو هابلو لايك واشترك في القناة وتعال تابعيني على الموقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وجميع حساباتي راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم